طيب محاضرتنا اليوم عن الجبس. اخذنا محاضرات السابق كيف نزيد الانتليجنس بتاع الجهاز بتحويل مشاكل اللي بدها انتليجنس لمشاكل سيرش. اليوم عن الجبس محاضره قيمه. طبعا نفس الشيء بتلكوا السلايدز والفيديوز على هذا الموقع. شنو بيعتبر الجيمز؟ شطرنج. كل شيء كل شيء. اها. شنو بيعرف شو شيء زيي؟ انا ما بعرف شيء يعني انا مش لعبت هذا ما بعرفش هذا ما بعرف شيء شد بلا ما بعرف شيء ما بعرف شيء هلا هذول تخيلكم انت بتعرفوا كثير برمجيات على الجهاز تلعب شغل تلعب كل هذا مضبوط. هلا هذول مشاكل ضخمه جدا بالمناسبه من ناحيه برمجيه وبدهم ذكاء معين حتى يقدر جهاز يلعب ويفوز. بدنا نشوف اليوم كيف تصميم البرامج هاي من الداخل كيف ممكن نخلي الجهاز يفوز. تتقسم من الطلع بس لو تفتحوا الشبابيك من الطلع بنشوف احنا مشكلة اللعبة بنشوفها برضه نفس الشيء كان تري. ايش يعني تري؟ ايش يعني تري؟ يعني هاي اللعبة شو اسمها؟ اكس او. هلا هاي اللعبة وهي فاضية على مين اللعب؟ انور. هلا قدامي كل تلعب يا هون 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 يا هون. هلا انا اللي بلعب ضدك؟ علي. علي اذا هي لعبة هون انت وين حتلعب؟ صفات ثمان احتمالات عندك اذا هي لعبة هون بتلعب هون 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 ثمان احتمالات يعني تسعة ناقص واحد. إذا هي لعبة إذا علي لعب هون أنت ما حتلعب إيه؟ يا هون يا هون يا هون. تخيلي شو بيطلع لنا؟ شجرة من خيار ضخمة مع إنه لعبة كثير صغيرة بس الشجرة مش صغيرة. هلا اللي بدنا نقوله الترمينيشن وين الترمينيشن يعني؟ وين بنوقف اللعب؟ يا بيكون مثلا ثلاثة او هيك او في عنا هنا ولا حدا فاز هون اكس فاز لانه عمل دايجونال اكس. هلا لكل في التيرمينال في اللاست ستيت وين ذا جيم از اوفر احنا ممكن او عشان احنا هلا بنلعب بنخلي الكمبيوتر يلعب بحاجه الى مقيم بنقول بهاي شجره الاحتمالات السيرش سبيس واحنا في اخر نود بدنا نضيف اللي بنسميها اليوتيليتي فانكشن اليوتيليتي فاليو ونقول اذا وصلنا لهذا الوضع معناته خسرنا معناته خسرنا خسرت نور. لاحظوا دائما الماكس مين ماكس مين انو الماكس اللي عليه اللعب دائما هلا اللي عليه اللعب هو اللي بنسميه الماكس. فاذا اللي عليه اللعب اللي عليه اللعب العدو حيلعب بالطريقه هاي. اذا عدو لعب بهاي الطريقه هو بيلعب بهاي الطريقه. النتيجه النهائيه اللي بنسجلها بنقول بنقيم رقعه اللعبه الرقعه تاعت اللعبه بنقيمها بورد بنقول اذا كان هذا الوضع بالنسبه لماكس للمين ماكس قديش ناقص واحد يعني مثلا خسر. إذا وصلت لهي الرقعة شو تقييم اللعبة؟ صفر. إذا هون واحد. معظم الألعاب بنقدر نعملها تري بالطريقة هاي. على فكرة مش شرط تنزل للآخر. من جزء أول حركات. لا مش من أول حركات، لأنه مرات التري حجمها مهول والوقت تاع اللاعب قصير وبتقدرش تحسب كل شيء. وبتقول شو قدام الحل؟ بوقف عند لحظه معينه باخذ احسن. طب وبعدين طب كيف اليوتيليتي فانكشن تحسبه؟ تعمل فانكشن يقيم وضعك في اللعبه مش شرط فزت او خسرت
وضعك في اللعبة حسب اللعبة. طيب فإذا my move then your move then my move then your move. ها إذا كان في عنا two players بلعب أتوقع الكلام واضح يعني one strategy to win. أنت شو بدور عليه؟ كمان تدور انك تفوز مزبوط وبالتالي عندما تفوز يعني بتفترض انه الثاني عدوك وانت بتصير انت بدك تزيد علاماتك وتنقص علاماته زي ما بنشوف بعد شوي. هلا الكمبيوتر جيمز كان بي سي ناس سيرتي بروبلمز بس طبعا مش كلهم مش كل انواع الجيمز بنقدر نحولها لسيرتي بروبلمز بس في كثير من الجيمز تحول لسيرتي بروبلمز بيكونوا في العادي مالتي بلايرز مالتي بلاير ايجنت او سوري مالتي ايجنت انفايرمنت لانه بيكون هلا الاكس او 1 بلاير ولا 2 بلايرز؟ طب انا بلعب مع الكمبيوتر كمبيوتر واحد وانا واحد ايجنتس بول ار ان كونفليكت دائما انت لما تلعب مع حدا جيم نعرف انك انت انتو ضد بعض انت بدك تنقص علاماته بدك تزيد علاماتك هو نفس الشيء مرات كثير من هاي الجيمز بتكون ديترمينستيك يعني قادرين يتوقع النكست ستيب وكمان فولي اوبزرفر ما فيش شفاء مش زي مثلا الايجنت تاع التاكسي اللي بيروح من هون على رام الله ما بنعرفش على الطريق بده يطلع له ولد من النص ما بنعرفش فهون عاده كل شيء محسوب بس في جيمز سيارات وشغلات والى اخره هذولك مش هذولك نوع ثاني بنحكي عن هذا تخيل بدي اقول لك انه يعني هاي البروبلم ريلي نوت تريفيال اتس فيري كومبلكس بروبلمز فيري كومبلكس بروبلمز كيف تخيل تشيس تخيل تشيس تشيس عاده بيقولوا انه في معدل 35 برانشينج يعني مش زي هاي ايش هاي طالع منها ثنتين واحد هذول تسعة صح هون سبعة هون هناك بمعدل 35 البرانشينج فاكتور عارفين شو البرانشينج فاكتور قديش البرانشينج هون تسعة هون سبعة ثمانية وتحت كل واحد من هذول ثمانية يعني سبعة هذا هو هذا البرانشينج ناخذ المعدل ونقول هذا البرانشينج فاكتور صح مضروب التسعة كذا هلا هذا بدك تحسبها كلها بنقول الافريج كذا الأفريج تشيس 35 برانش وكل نوع بيطلع بمعدل بمعدل في عندنا 50 موف يعني دف إذا بتلعب كذا بعدين أنت كذا بعدين أنت بعدين أنا بعدين أنت بعدين أنا بعدين أنت بمعدل 50 موف هذا كم نوع بيطلع بالآخر مجموعة كم شجرة كم حجمها كم نوع فيها 10 قوة 145 واو واو يعني نحكي على التشيس مش على الاكس واو 10 للقوة 145 عدد النوتس لما الكمبيوتر بيلعب تشيس تعرف لو انت بدك تسوي برنامج اسم هاي الشجرة اللي حكينا عنها تخلص وبالتالي بدنا ذكاء صناعي. لذلك احنا بندرس هاي المادة او بندرس هاي المشكلة في مادة الذكاء الصناعي. We need to find optimal moves. نستعمل heuristic functions برضه allow us to approximate the true of the utility. انا بدي اقيم الركعة وهي برضه نفس الشيء. زي انا قديش بعيد عن الجول. زي ما كنا ناخذ سابقا. زي انا قديش بعيد عن الجول ولا لا؟ في فانكشن احنا اليوم حنروح تو فانكشنز واحد بنسميه الميني ماكس الجوريثم وواحد بنسميه الالفا بيتا برونينج هو تعبير على الميني ماكس هلا شو بيساوي الميني ماكس؟ بدناش نضرب هاي بدنا نطلع هلا يو ار ماكس يور انيميز مين انت الماكسيمم او الماكسمايزر هو المينيمايزر جاز التعبير
You play with your enemy in this way. مرة أنا، مرة أنا، مرة بعدين أنا، بعدين. شو بيساوي الديناميكس؟ خلينا اليوتيليتي في اخر قلنا في الاخر في التيرمينال هي مش شرط اخر موف قلت لكم جزء وقف خلص خلص الوقت يعني انت معك مثلا نص دقيقه الرول تاع لما تقول معك نص دقيقه تلعب خلص لازم تجيب لي حل الكمبيوتر لازم يجيب حل سريع خلال نص دقيقة فبجوز ما بقدرش يروح في كل التفاصيل فبيضطر يوقف عند حد معين وبالتالي يحط اسامي فهاي مرات خلينا يعني نسميها الفاليو هاي بورد ايفالويشن فاحنا بدنا فانكشن عملنا قيمنا وضعنا باللعبة يعني اعطيكم بابسط شغله انت تلعب تشيس لو جيت عليك بنص اللعبة طلعت مش بقدر اكلمك بقول انت كم ليش كم اشي كاتل للي لعدوك جزء الجندي بنعطيه علامه والوزير بنعطيه علامه والفرس بنعطيه علامه نحسب قديش اللي كاتل بعدين كم انت مكتوب منك جنود ووزراء والى اخره بعدين وين البوزيشن تبعك على اللعبه وين البوزيشن تبع عدوك وبنعطيك بنحسب بـ function ما ونعطيك إيش على فـ if leave is the final state أصلاً the maximum or minimum possible utility value depending on who would win if the leave is not final state use some heuristics to evaluate how good or bad you are طلع ما اشتغل عليها كثير بس كلكم هلا انا اللعب علي العب هون ولا هون ولا هون يعني خلي مش اللعب عميل اول مره على الماكس هاي طبعا انا ها شو هذول الفاليوز تقييم اللعبه في نهايتها او في حد معين هلا انا بسالكم سؤال طلعوا على هذول الارقام تاخذ احسن على تاخذ برانش تبع احسن علامه لك تاخذ برانش تبع احسن علامه لك هو 70 هو 20 70 يعني بالنص او 100 يعني انا العب غلط شاز الماكس له مشكله ايوه لا هلا انا نفسي اوصل ال 100 نفسي افوز ب 100 انا الماكس انت الماكس بس ما هو ال 100 بخلينيش اوصل ال 100 ليه لان اللي هون اللي قال عليه يعني لو لعبت هون لو المن انت هلا لو بدك تختار هاي بس المن المينيمم شو حيساوي؟ مش حيخليك مش حيختار المين هو لعب عليه قبل المين لعب عليه هلا لعب عليه مزبوط؟ طلع هلا يعني بمعنى هون هون تعالي هون لعب على مين؟ عليه على الماكس وكم لعب قدامه؟ واحد يعني هون قديش؟ 12 هون لعب على الماكس الماكس قدامه يلعب هاد او يلعب هاد من يلعب 70 طب هون 12 هون 70 هون لعب على مين برضو لانه ماكس 4 ماكس 12 ماكس 70 ماكس 5 الماكس خليه واحد يلعب ماكس 4 اذا في عندنا 12 و 70 سالب 4 و 100 هذا الماكس لو سحب يلعب هذول كان اللعب هاي الاحتمالات بس المينيمم اللي هلا لو احنا قاعدين نلعب بالعكس نلعب بالعكس هلا لعب على مين؟ على المينيمم انو بيلعب؟ بيلعب بالمين؟ لا طبعا بيلعب بيلعب اكل واحد ما هو مش هو اللي بيلعب مش فاهمين هو بده يدور على اكل رقم بده يخسر بده يخسر المينيمم ماكس المينيمم بده يخسر الماكس هلا اللي على المينيمم بده يخسر الماكس شو بيختار له؟ أكل واحد يشتري بيختار له ايش؟ بده يمشي في البلد إذا ما يقاش بده بكون المينيمم بده أكل شيء أكثر شيء بالسعر يعني أكل رقم إذا أنا أخذ بالعام الماي بس 70 بلعب ماينس 70 هاي تطلع هو ماينس 70 طيب تيجي هون أمين اللعب؟
على الماكس. أني أختار أكثر وحدة 28 وهون لا بوحدة قدامه ثلاث. إذا هون ماكس ثلاث، إذا هون ماكس ثلاث هون 28 وهذا اللاعب على المين عمين شو بيشوفه خير؟ ماكس ثلاث وهون قد إيه كان؟ ماكس سبعة يعني لحد هلا إلى هلا ماكس أنا بختار ماكس ثلاث وماكس سبعين ماكس ثلاث معناته هذا هون ماكس 100 وماكس 73 ماكس أنا بختار ماكس 73 وهون ماكس 14 وهون ماكس 8 إذا شو بنلعب؟ ماكس 8 ماكس المينيمم ماكس 8 إذا صار غيرنا ماكس 8 ماكس 70 وماكس 3 إذا أنا أمين لعبة ها؟ ها؟ يعني هلا بنجي هذا التفصيل ها بنجي هذا التفصيل هلا For the max player, we generate the game as deep as the time permits. Generate the game three as deep as the time permits. لا هلا انت تخيل انت بتشز عندك كذا حجم الشجره قلنا 10 بتكون 150 154 هلا مثلا قديش الرول لما يجي عليك الدور قديش معك وقت تلعبها؟ لا بس ممكن يفوز ب 10 ونص قديش مثلا؟ خلينا نقول 2 مينتس تقدري تعملي جنريت للشجره هاي اللي حجمها 100 القوة 110 القوة 154 وتكرري وين تلعبي خلال دقيقتين تقدري؟ تقدريش طب شو بتساوي؟ بديش اروح ديب 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 بجوز اروح 10 ليفلز دام مش 50 بقدرش يعني تحسبيش لاخر موف يعني طلعي طلعي ركزوا معي هلا انت قدامك اللعبه تقول لو زحت هاي هو شو بده يزيح؟ يا هاي يا هاي يا هاي لو زحت اوكي معناته طب لو زحت ثاني وحده ثانيه هو بده يلعب يا كذا يا كذا تقدريش تقيم لو زحت هاي على الطرف هو بده يروح قدامه هاي اللعبه هاي اللعبه هاي اللعبه ساعتها بصير الوضع تبعه كذا كذا او هام بصير كذا كذا زي بدك انت مخك وانت تلعب هذا بصير معاكم تقعد تحسبه ليفلز قدام هسه في ناس يعني الانسان بجوز يحسب قديش دي قد ايه لعبه يعني طرف كيف اللي قدام طرف يا وصل له 2 ليفلز 3 ليفلز ها على الكمبيوتر قد ايه معه وقت بيروح يوصل هلا بده ينزل للاخر 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 مرات ايش؟ ما بيقدرش حسب الوقت ف play the evaluation sorry apply the evaluation function to the leaf states هلا وبعدين زي ما قلت لكم بالنسبه للفاليوز انت المينيمم لما يجي الدور على المين على المينيمايزر وي اساين مينيمم باي اوف موف لما يجي الدور على الماكسيمم اختار الاعلى ها طيب التروث ماكسيمم تشوزز ذا اوبريتر ذات ليد تو ذا هايست باي اوف هذا شو زي ما بالضبط قلت لك الماكس بيلعب هذا لو صح له هو لو احنا قاعدين نرجع رجوع باللعب انتبهوا احنا عملنا جنريت للتري هذا اللي الكمبيوتر بيسوي بيعمل جنريت للتري بحسب التيرمينال فاليوز التيرمينال ليفز بحسب اليوتيليتي بعدين برجع هذه المينيمات مينيماكس الجوريثم بيعمل جنريت للتري مورا بشوف الفاليوز بعدين بصير يرجع طلع هام الماكس اختار 28 هون اختار 3 هون اختار 12 هون اختار 70 هون اختار ماكس 4 هلا دول طلع الماكسيمم بهدول الفاليوز ارجع المين هون شو بختار؟ استاذ في هذا الليفل شوي بس الماكس بيحكي انه انا لا 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 الماكس
اللعبة عشان تنجح. هلا واضح ايش ما يلعب الماكس بيلعب، ما بيقدرش يحسب اكثر من ثلاث ماكس ثلاث. ليش؟ هو بيلعب واحد ضده بيلعب. ها طلع هون نلعبها بالعكس، يعني نلعبها زي ما كنت زي ما انتو جزء ابسط لايك، يعني بدك عكس السلايد. هلا هون واضح انا كشفت العيب، كشفت العيب. قلت لك المينيمم الماكسيموم بيقدرش يلعب، بيقدرش يفوز اكثر من، بيقدرش يحقق اكثر من ماكس ثلاث. ليه؟ لانه قدام قديش قديش احتمال ماكس 4 وماكس 8 وماكس 73، هذا اللي قدامه، هو اختار من هنا، هو اختار الاعلى. يعني وصح له اختار الاعلى. ماشي؟ هذا نشوف كيف اجى الماكس 3 وكيف اجى الماكس 4 وكيف اجى الماكس 73. الماكس 3 اجى انه المينيمم هلا هون لعبك على المينيمم، مضبوط؟ ها؟ لعبك على المينيمم، المينيمم قدامه 21 و ماكس 3، شو بختار؟ من وين اجى الماكس 3؟ وهون اختار الماكس 4، وهون اختار الماكس 73. ولا المينيمم اختار الماكس 3 عشان يخسر الماكس، وكأنه هذا انت وهي مش اللعبة، وهذا انت هلا اللعبة هيك بالظبط. انا الانسان وانت الكمبيوتر، اللعبة عليك تطلع على الرقعة بدك تكرري شو تلعب. بتقولي اذا الانسان اللي قدامك انت الكمبيوتر لعب كذا في احتمالات كذا وكذا وكذا، اذا لعب كذا في احتمالات كذا وكذا وكذا، اذا لعب كذا في احتمالات كذا وكذا وكذا، وبعدين انزل كمان ليفل صح؟ تطلع الشجره. اذا اختار هلا كيف انت بتساوي؟ اوكي بعد ما تعمل الشجره تعمل الفاليوز وعمليا انت بتصير ترجع لجوا، بتصير ترجع لجوا. اوكي بتكون مش بتشعر بها بالرجوع وباللي مش بالرجوع. اول شيء بتبدا بالعكس الالجوريثم لهون، وكأنه هون شو صح للمينيمم يلعب؟ ماكس ماكس ثلاث، المينيمم 21 ماكس ثلاث، اختار ماكس ثلاث، وهون اختار ماكس ثلاث، وهون اختار ماكس ثلاث، ماكس ثلاث. هلا إذا سوري نرجع كمان مرة، هلا هون الماكس ليش اختار 28؟ لأنها أعلى واحد من هذول، لأنه وكأنه بك عليه اللعب. كأنه بك عليه اللعب، وهون اختار خيار واحد. يعني بمعنى اخر لو الماكس قرر يجي هون بيقدرش يجيب اكثر من 73، من ناقص 73 بيقدرش صح؟ لو اجى هون بيقدرش يحصل اكثر من ناقص 4، لو اجى هون بيقدرش يحصل اكثر من ناقص 3. فهو شو بقول لك؟ اوه قدامي ناقص 3 وناقص 4 وناقص 73 بختار ناقص 3. هل فهمت علي؟ واضح الالجوريثم ولا لا؟ هلا هاي ذا بيست نيكست موف فور ماكس. لا هاي مش بيسويها مره واحده للعبه للاسف. كل ما بيجي عليك الدور بدك تساوي تري وتحسب. واو صح؟ ليش كل مرة؟ أنا في أول مرة حسبت كل الاحتمالات. طيب صار هو لازم يغير التري. طيب ليش بدي أرجع أعمل غير الاحتمالات، غير وحسب احتمالات ولا موجود؟ لعب هو، لا هو خلص في احتمالات راحت هلا، يعني أنت لعبتي هو كم هو لعب هو هلا صارت الرقعة ستيت ثاني، صارت رقعة احنا بننزل ليفل جديد مش من الأول. صارت ايش؟ اوكي بتقدر تستعمل شيء من السابق بس تتغير ما هو قد تتغير الوضع اوكي انه وضعك بطل زي وضع زمان. ها يلا نلعب هاي مع بعض. المن بيختار اول شيء الماكسيموم، المن هون بيختار تبديش من فوق، ما تقدريش تبدي من فوق، تبدي من تحت. وانا على اليمين ثلاثة اول شيء
دائما الدم الشمال. من؟ أربعة. أربعة. طيب بعدين ست. أربعة، ستة، خمسة. خمسة. تنين. راح. آه. ستة. أربعة، لا مهم. آه. أربعة. خلينا نشوف شوف. هون أربعة. افترض يعني إنه حالة الأصدقاء، حالة الأصدقاء. طيب سبعة ستة. أربعة سبعة ستة اثنين هون مزبوط ستة ستة هون مزبوط خمسة مزبوط اثنين مزبوط اثنين مزبوط تسعة ثلاث سوري أنا قلت إنه هذا عكس كذا مزبوط هلا بتأخذ المين المين اختار المين ما من هذول اختار الأربعة ستة أوكي هلا هون هون شو بدك سبعة ستة خمسة خمسة ستة أربعة ليش بختارش اثنين سبعة إيش؟ الوقت في ليش بختارش اثنين اختار ستة؟ هون؟ اختار الناس لا لا هاي هاي مش حاط أنا هذا إيش المينيموم يعني؟ كل واحد اختار جنب نبدأ هذا المينيموم وهذا المينيموم هذا الماكس بالأخضر وهذا اللون الأكثر شو اسمه؟ ليلكي؟ ليلكي هو المينيموم. هلا المينيموم بدي اختار أقل نتيجة بختار هذول بختار أقل شيء. طلع هون أنا مش عامل عشان فيش وسام. فهمت فهمت. طيب هلا هون صار سبعة ستة خمسة خمسة ستة أربعة. المينيموم هلا أنا بختار هون خمسة شو؟ خمسة مئة هون الخمسة هون الأربعة هذا اختار الخمسة هذا اختار فوق اختار الخمسة لا في فرض إنه هاي مش مشكلة فهمت علي هاي الأربعة طيب هلا معناته شو اللي جاب من الخمسة يعني بتمنى الماكس الماكس بتمنى لما هو هلا هو شو بتساوي دير بالك هو بيلعبش الباص لا بس بحرك أول خطوة بحرك أول خطوة وما بيلعب الباص كله هلا وحسب خمسة هيك حسب خمسة معناته كأنه بيلعب خمسة بيلعب وبعدها بتمنى لو إنه المينيمم يلعب وبعدين بتمنى لو بعدين هو حيلعبها بعدين بتمنى المينيمم يلعبها يعني لو هيك لو هيك لو هيك كم يعني هيك موضوع بالنسبة للماكس بس هلا المينيمم الماكسيمم حدد انه طريق يلعب يلعب هذا المجال بضل يختار الماكس هو هذا اسوأ بيث بالنسبة له احنا كيف بنحسب هاي الاسوأ هاي اسوأ اشي فمشان هيك لو صار انه اسوأ احتمال عنده انه يحقق خمسة بس هو ممكن يحقق اكثر لا بقى يسبح له فيه من شوي 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 انه هو هلا انه هو انه هو الماكس انو الماكس الماكس هذا الاخضر خلينا نقول الكمبيوتر تمام هلا هون اسوأ حاله حسب هذا الالجوريثم بيحكي انه اسوأ حاله ممكن يمر فيها الماكس انه ياخذ خمسه اسوأ لا لا اسوأ احسن الاسوأ لا 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 احسن الاسوأ احسن الاسوأ يعني اعطوها قبل حسابك شوي 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 كلامها صح وغلط بس هي خانها التعبير انا بدي اعبر عنها بطريقه اخرى اللي حكيتها هي بتقول هاي احسن اسوأ حالة ممكن احققها كلامك مش غلط 100% بس انا بدي اقول لك اياه هو بقدرش يحقق اكثر من هيك اذا اللي بيلعب قدامه اليوزر هذا اليوم اذا اللي بيلعب قدامه ذكي لهي الدرجة بالضبط هيك اذا بيفهم صح هلا اذا اللي بيلعب قدامه غبي بجوز الغبي اليوم مظبوط؟ عشان لازم تشيل الستيب تفحص ايوه اه بالضبط في اي سؤال؟ واضحه 100% طيب هلا نيجي على نشوف هل هذا الالجوريثم بيزبط ان نستعمل الالعاب ولا لا؟ هلا هل هو كومبليت؟ شو يعني كومبليت؟ يعني بيقدر يديني حل طريق وين اروح؟ if the tree is finite يعني محدود optimal
Yes. طبعا optimal against the player in the Time complexity. Wow. Complete إذا بتعمل evaluation شو بدك تساوي؟ بدك تعملي B البرانشينج فاكتور للقوة M اللي هي عدد الموفز عدد الليفلز يعني بمعنى آخر هذا هو الديب فيرست سيرش ما أسوي يعني طريقة يعني نو اسم وكأننا بنعمل ديب فيرست سيرش السبيس كومبلكسيتي قدرنا نخزن B ضرب M إذا تشيس 35 أو سوري أنا بكيت أقول زمان 150 موف التشيس الأفرج تبعها 100 بالمناسبة الدب فور ريزنبل جيم هاي ممكن التشيس تكون أقوى من هيك بكثير الأفرج إذا كان هيك إكزاكت سوليوشن كومبليتلي انفيزابل انفيزابل إنك تقدر تعمل 100 للقوة 10 للقوة 154 نود حجم التري انك تقدر تجرب شو الحل؟ الحل بدي اورجيكم فكره ذكيه اسمها الالفا بيتا برونيك لا مش هستر هلا بدنا نحسن على هذا الالجوريثم المينيماكس اللي بدي اقول لكم اياه الالفا بيتا شو بيساوي؟ بيقول انه في بعض البرانشز غلط اروح اقيمهم مش هتغير في معادلتي او في الرقم اللي انا بدي اعطيه لاي شيء يعني قد يكون انا اصلا بلزمش اجي ابحث هاي بغض النظر في هذا البرانش خلينا نقول هذا البرانش او هذا البرانش بغض النظر عن القيمه هون بسميش ادخل فيها هلا بنت هلا بتشوف ها ف منقول بروني اويز اوف ديتيل مش معنى بروني قص كلم يعني الشجره في مناطق برانش كامل نشي If the current max value is greater than the successor's minimum value, don't explore any trick. Don't explore the mini, the main subtree anymore. إذا current maximum value. إذا current maximum value. حفظوا هاي. هلا بورجيكم. يعني بالنسبة للماكس أعلى واحد الخيارات. هلا في يعني بورجيك حالة إنه إيش مكان؟ اليوتيليتي فاليو فيش داعي اروح على البرانش ما تسميش في اي وضع اذا كان الكرنت حفظوها ركزوا معي اذا كان الكرنت ماكسيمم فاليو اكبر من المينيمم فاليو هلا بقول تخيلي بدنا نلعب هلا هاي عندنا الشجره وبدنا نلعب خذ هلا انت عمي بتعرفي هون شو فيه؟ بتعرفيش بتعرفي؟ قديش هون الفاليو؟ طبعا اول مره دائما بروح اوكي مضطر انزل هاي ما بنبعثش هلا هي 21 يعني هتحسب مش تحسب انت امشي معي اول وحده يعني خلص انت لا يعني مشى على الشمال اوكي بفوت لك اياها بالاخر بتبين بس هون قديش قيمه؟ 21 المينيمم عليك دور هلا على إشي؟ أكل من 21 هل ممكن يكون هاي أكل من 21 مئة؟ ممكن شو؟ هذا طبعاً في شي شبه منها مصري حتى أنا 21 ف 21 is the minimum so far for this أكل من 21 لا مش محسوب شو؟ هلا هان هون لسه بعرفش ولا إشي هلا هون كده كيف الفاليو ثلاث ما خسرت إيه؟ انبسط أنا هو المين اللي إذا المينيمم هلا في هذا البرانش خلص كل اللي عليه واختار ماكس ثلاثة هلا الماكس على قديش بدور صار؟ شيء أكبر من الماكس ثلاثة نزل
كداش هلا المن حقق في هذا البراند؟ 12 هلا 12 بدور على اقل من بديش اكل من 12 صح. اوكي هلا انتبه المينيمم هون حقق 12 بدور على اقل من 12 والماكس فوق بدور على شيء اكبر من ناقص 3 فالحرب بينهم هلا على انه انه المينيمم ينقص 12 اه بس هلا يعني لو ليكي ناقص 4 باخذ حياتي اه يعني لو هي ناقص 4 كان اختلفت الان المهم شو الفاليو هون هذا نختلف انه الفاليو هون ناقص 4 غير من الاول شيء المينيمم يعني بختار هون ناقص 4 بس الماكس مش حيفتح صح ما هو المينيمم بيعرف ان الماكس مش حيفتح فيعني المعنى اخر بالنسبه واضح بالنسبه للمينيمم انه اللعبه هلا الماكس اللي وعدوه وعدوه بالمينيمم مش حينزل عن ناقص 3 فهمتوا هلا؟ نعم قديش اللعبه هون؟ ناقص 70 ايه المين احسن هلا صار ماكس 70 هلا المينيمم افرض انه اختار ناقص 70 خلص الماكس اختار ماكس 70 اختار انا اختار شوفها هلا سؤال اعطيني كيمي هون ممكن تغير الكيمي هون ناقص 2 ناقص 2 لا المينيمم بيختار 70 مستحيل تعطيني كيمي ايه 700 لو هون 700 هون ما بيطلعهاش اعطيني كيمي قد تيجي هون ممكن نغير الكيمي اللي فوق ولا كيمي يعني هو بضل يمشي تايه شيء هلا حنضل ناخذ اكزامبل تنتهي فمش حتغير المعادله ولا شيء فليش انزل على او على هذا ليش انزل خمس على فكرة هذا مثال صغير جدا بس تخيل الدنيا تحتها 50 ليفل ولا تحت وكأنك قصيت كل هذا البرانش من تحت فهذول نشلوا على فكرة القيم هي بقت ناقص 4 وناقص 2 بس الدنيا ماشية هلا تعال في دعاء اجمل ليش؟ ممكن تطلع لي كيمي هون تغير لي كيمي ها؟ اه ممكن ناقص حدا كيمي تخيل لو انا في ناقص 2 اه استني لا بلا ناقص 2 و1 فهو راح المني يختار ناقص 2 بعدين الناقص يختار ناقص 2 وبعدين الكيمي صح؟ فمضطرين يجيهم صح ولا لا؟ جينا اول واحد حكينا قد ايه؟ ناقص 3 سنين يلا شو اللي مستحيل يا نورا؟ خلص كل زمان شو اللي مش راح يكمل الكيمي شو اللي مستحيل؟ اعطيني يا نورا هون كيمي تغير تغيرش عليهم اعطيني كيمي تقدر تغير الكيمي اللي فوق هو اي كيمي المفروض انا ما اصير اسوي مش راح تقول مش راح تقول خلص خلص ما بتلزمنيش طيب هاي المثال All as a result, we evaluated the max node without evaluating several possible paths. صح؟ نقصنا الـ time ولا لا؟ وسبيس. طيب. هلا similar idea هذا نسميها الفا وبيتا، أنا شرحت لكم إياها بطريقة إنجاز التعبير عامية. لما تيجي تعمل implementation مش هيك حنشتغل. نرجع لها مش هيك حنشتغل انه حتحط قيمة اسمها الفا وقيمة اسمها بيتا من هون اجت تسمية الالجوريثم الفا وبيتا هاتوا نلعب كمان مرة هذا الهاي يلا الهاي قديش كم بنلعب قديش قيمة الالفا والبيتا هو
من يا ناقص انفينيتي يا زائد انفينيتي صح؟ وهون نفس الشيء. فنيجي على اول واحدة كينا سبعة سبعة اذا هذا المينيمم صح؟ هلا المينيمم مش حيخلي قيمة اكثر من السبعة فصار الالفة والبيتا تبعها قد ايه؟ ماكسيمم سبعة ومينيمم لا سالب انفينيتي صح؟ مزبوط؟ طيب يجي هون هل في قيمة هلا لو اجى هون تقدر تغير هذول؟ لا مزبوط ما في اذا لك هون ثلاثة اكثر فمضطر اروح هيك لك ستة تغيرت تغير الحد الماكس تبع الناس انت عم تقول الماكس الحد الاعلى اللي هو دورة نكمل؟ نكمل لك خمسة هلا خلصنا البراند بس شو صارت هون؟ خمسة هون شو صار؟ ضمن البيتا بالنسبة ل الماكس هلا صارت الألفة سوري الألفة بالنسبة مع بعض الألفة والبيتا البيتا عند الخمسة ايش كانت؟ هلا هون الماكس بدور على قيمة بين الخمسة وزائد انفينيتي يعني اقل شيء خمسة طيب نكمل نقدر نغير القيمة جينا جينا ثلاثة نكمل لا ليش؟ لأنه ياخذ أقل من الخمسة هو الماكسيموم يعني نفترض إنه هون هات بحط نجرب لو هون لك ستة ابحثوا الاكل والاكثر من هاي القيمه وهاي القيمه لو لقيت هون سته بتغير هاي القيمه؟ لا لو لقيت اسمع لو لقيت خمسه بتتغيرش لو لقيت اربعه بتتغير لو لقيت اثنين ثلاث ها اذا هاي سته هو المينيمم مش حيختارها المينيمم خلص خلص لقيت ثلاث ليش المينيمم مش حيختارها لو لقيت ثلاث فهاي ندخل عليها في داعي نعرف شو فيها؟ اها هلا نخش عليها ولا اللي بعده هل هاي ممكن تغير؟ هذا ممكن عليها لك ست بغض 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 بس خلص لا بس لسه لازم نفهم لك ست المينيمم لك ست شو بقول المينيمم؟ بقول انا ما خليش بهاي البراند هلا بخليه يعني بخليش قيمه أعلى من ستة تطلع. لو أطلع ستة ستة. يعني شو ما يأخذ على سنتين؟ يعني شو ما يلاقي إشي أكبر من ستة؟ هذا الجرب. طيب. لو هون لقي سبعة. المينيمم بيسمح لك بيسمح فيها. طيب لو لقي ستة هون لقي ستة. طب لو لقي هون خمسة. بأخذها بس ما هو ما غيرهاش. طب لو لقي هون أربعة. بأخذها بس الماكسيمم مش هياخذها. وبالتالي لقي خمسة كمان لقي تنفيذ صحيح انت ليش؟ لأنه ممكن أكثر من البيع إنه أنا يكون عندي أكثر خربشنا إحنا هون خربشنا إحنا ناخذها خمسة مضبوط لازم ناخذها بعين الاعتبار لأنه بصير أنا معي احتمال في أعمل اثنين موف يعني مرة هون بس أنت حكيت لو خمسة باخذها عادي بس مش رح تغير شيء أوكي معناته تقول لك الخمسة بخدمة صح؟ طيب هاي بتغير هلا على القيمة شيء؟ هاي لا طيب بدي ارجع هلا هون وين وقفنا؟ لما هاي القيمة سوري لما هاي القيمة كانت أعلى من هاي نرجع هاي القيمة أعلى من هاي بقص كل الوقت نزلت هون هاي القيمة أعلى من هاي؟ لا بمشي هاي القيمة أعلى من هاي كذا بكبسش فوانت أنا بكمل لما تقول الكرنت ماكسيموم هاي القيمة أعلى من هاي بس في الحالة كذا طيب بصراحة بتقرأوا النصوص الموجودة وهي عندكم مثال آخر تحسبوه معناش وقت بس تحسبوه انتو في البيت وهذا المثال موجود
البرونين تاعها 100. البرونين باي ذيس كاتس داز نوت افكت ذا فاينل ريزلتس. تفكير؟ اه غير ريزلتس؟ مي الاو يو تو جو ماتش ديبر. هلا لانه بدي افسر الموضوع بطريقه اخرى. لانه صح لي برانشز كثيره ما ادخلش فيها. صار معي سبيس وتايم اني ادخل ديب. هلا سؤال نرجع. هلا لو واحد بدل هدول مطرح هدول، يعني لو انه هلا انا هون 7 6 5، طب لو هون 8 0 2 الاوردر تبع الشجره اختلف، تختلف الريزلتس، تختلف الريزلتس. فجود اوردرينج اذا قدرنا بس هو صعب. If we go good ordering of moves, can maybe run it even much more efficient. Evaluating this branch first yields to better likelihood of pruning later branches. نيجي perfect ordering. لو سمح لي أنا أعمل perfect ordering. شو يعني perfect؟ كل مرة واحدة. يعني كل مرة واحدة. بس على كل حال مش بالضبط هيك. بيكون انا اللي بسويه هنا بدل ما يبقى عندي بيكون بدل ما يبقى ال تايم كومبلكسيتي بي كو دي بتبقى بي كو اف على 2. هذا لو اني اقدر اعمل بيرفكت اوردر. طيب الالفابيتا برونين كانت ستور انفورميشن الونج ذا انتاير سوري كان ستور انفورميشن الونج ذا انتاير باث. كيب ولا فيش شيء احكي زياده عن اللي قلت له. بس بقول لكم اياه الانيشيشن للفاليوز لما تيجي تبرمج. هاي بس معلومات للمبرمج. لما تيجي تبرمج الانيشيشن فاليو ناقص انفينيتي وزائد انفينيتي. هلا قلنا الفا از سمبلي ابديتد باي ذا ماكس اوف سكسسورز ايفالويتد سو فار. اف ذا فاليو ذات وود بي ريتيرن از اكبر من بيتا then stop work on this branch. If the children are evaluated without the pruning, return the max of either branches and then he can. هلا هون if الالفا is possibly up to وين تنعد الالفا؟ وين تنعد الالفا؟ لما الفاليو اللي عندنا اكبر من بيتا. وهون وين تنعد البيتا تحت المينيمم؟ لما الفاليو اللي عندنا اقل من 1000. هي الفكره بس رسمتها انه الايديا وي نو بيتا اون ذيس باث سو وي دونت جو هير. طيب قول الفا بيتا لانه في عندنا هذول تو فاليوز، واحد اسمها الفا وواحد اسمها بيتا، هذا لذلك سميناها الفا بيتا. في احد عنده اي سؤال؟ هلا بندخل شوي في تحليل اليوتيليتيز او الاشياء المؤثره على على هاي على الالفا بيتا. كومبليت سيرش از امبراكتيكال فور موست جيمز. اذا بدنا نعمل كومبليت سيرش في الجيمز الحقيقيه هلا اكس او هاي صغيره، ها مش صغيره كثير بس هي صغيره. بس معظم الجيمز اللي على الكمبيوتر ما نقدرش نعمل كومبليت سيرش. ف زي الالفا بيتا ممكن يساعد بان الالفا بيتا هو يعني بس بزيد لنا البوسيبيليتي الافيلابيليتي للتايم سبيس اللي مطلوب من يعني لما اعمل كت لبرانشز معينه بتوفر في النوت سبيس بوفر وبالتالي بقدر انزل ديبر. بس بعطيك الكومبليت كيف؟ بعطيك الكومبليتنس لا تضمنش اذا حجم اللعبه كبير حتى الالفا بيتا ما بتقدرش. اذا حجم اللعبه كثير كبير البروبابيلتي ممكن تكون بوسيبل يعني بس على جيم معين. بس انا بقدر اقول لما يمكن في تري حتى لو عشت بروني شيء بيساعد. هلا هذا بيساعد كثير جدا. طيب. بس هو احسن شيء اسمع في وضع من الاوضاع
معقد ان اعطيك ترين وكل لك استعمل الفابيتا برونين وما تلقاش ولا حالي فيها قد الورست كيس صح ولا لا اسبوع ممكن ما يكونش فيه ولا قد Using heuristics based evaluation function to estimate the expected utility of the gear على الليفل اللي انت مثلا بدك توقف عليه اليوتيليتي فانكشن هاتوا هاي اليوتيليتي فانكشن صعب ندرسها لسبب انه كل جيم لها شيء بدك تعمل اليوتيليتي فانكشن في عندي انا مثال على فكره على اليوتيليتي فانكشن بس هسه بورجيك هلا تيك انتو اكاونت نوليدج اباوت ذا جيم الاكس او زي ما قلت لكم واحد ناقص واحد صفر مثلا need to assign numerical values to the states to each state هاتوا في ندخل في مثال هذا مثلا خذ هذا الايفالويشن فانكشن في عندنا يو بتساوي الفا ضرب اي زائد بيتا ضرب بي زائد اكس ضرب سي وين المثال اللي عندنا انا هذا برجيك هاي بتعملين يا ايفالويشن يعني المقصود هون انه زي ما قلت لكم اول محاضره عن التشيس ممكن اعد قديش ان عندك انت كاتل من عدوك وعدوك قديش كاتل منك زائد قديش وضعك وين مواقعك زائد وين مواقعه زائد انا هيك بتعمل ايفالويشن فانكشن the quality of the evaluation based on what features are evaluated تحاول تاخذ اكبر عدد من فيتشرز لما بتعمل الايفالويشن كيف تعطيهم سكورز بنعطي الجندي واحد الوزير خمسي الويت ولا نعطي 20 وهذاك صفر حسب هاو ذيس سكورز ار ويتد اند كومباين نحط بينهم ضرب ولا زائد ولا نعمل معادله حسب هلا ابسوليوت طب شو المعادله هاي هل في معادله ابسوليوت لا حسب هلا absolute utility does not matter بالمناسبة we don't mind يعني احنا اصلا بعنيناش انه يكون في absolute utility يعني تقييم حقيقي 100% ليش؟ لان انا بقيم بس على عشان اشوف انو step انو next step اروح انا مش بقيم عشان افوز انا بقيم عشان العب next step يعني بمعنى مش بقيم عشان يعني بقدرش حد يتركيه من اللي بفوز فيها قبل بعدين بس جوز يطلع قدامي غبي ويعمل موف غبي ضد نفسه وافوز انا بس اللي بقوله هو انه مش مهم كده هدفك يعني واحد يعني نقول نورا عملت evaluation function utility function وعلى عمل utility function هلا اثنين نقول ريليتيفلي يعني واحد خلينا نقول تبعت علي ايديا بس مو بقول فيش داعي اقول ايديا هل هو عملها 20.75 مثلا عند نوت معينه تقول هي انا عملتها 10 بس العشرة تبع بالمقارنه مع النوت الثانيه انا كنت ريليتيفلي سيف يعني اهم شيء انا اعرف انه هاي الحركه ولا هاي الحركه لحظيه ففيش داعي اعمل ابسولوت يوتيليتي if you had a perfect utility evaluation function what would it mean about the maximum magnitude expense اذا عندي perfect utility evaluation function اللي بقول لكم اياه فيش داعي اعمل evaluation الذي يكون يعني deeper You would never have evaluated one you have more than one level deep. ما لو في عندنا absolute يعني perfect utility function فيش داعي نسيب الشيء خلاص. But utility sorry typically you cannot create such perfect utility evaluation. هلا بدي أنا أقفز عن أوكي هاي عن الأوردر اللي حكيناها. الاوردرينج تبع الشجره مهم كثير بغير مجرى اللعبه
او الكالكوليشن سكور. اوكي وين انا في عندي مثال اوكي هاي عندها مثال. هلا احنا المفروض هون اوفيشلي وقفنا المحاضره هذول اكسترا سلايدز عشان توضيحيه بس بدي ادخل في اول واحده. شايفين هاي الاكس او خير هون عندي هاي الايفالويشن لستيت معينه عندي ار اللي هي الرو قديش عدد الاكس في الروها زائد عدد الاكس في الكورنها زائد عدد الاكس في الدايجونال ناقص عدوك لعدوك باختصار هذول نطلع عليها. طيب لو انا هاي فاضي وهاي ماكس هاي نورا وهاي علي. طيب بالنسبه لنورا اذا لعبت هون هلا نقول 8 ناقص 5 يساوي 3 بصير اللي الفاليو تبعت هاي اللعبه 3. منين جبت الثمانية يا استاذ؟ اوكي عد قدامها كم احتمال قدامها تفوز؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 مزبوط؟ طيب لا بالنسبه لعلي قديش احتمال يحط او هلا؟ بقدر احط هون؟ لا صار 1 2 3 4 5 صح؟ فصار 8 ناقص 5 يساوي 3. إذا حطينا إذا نورة حطت هون قدامها 1 2 3 4 5 سوري لا نورة 8 1 2 3 4 5 6 7 8 وبالنسبة لعلي بقدر أحط 1 2 3 4 5 6 هلا 8 ناقص 2 6 يساوي وكم؟ هلا اليوتيليتي فانكشن بالنسبه لنورا بهاي الليفل كده 4 على فكره مزبوط في الاكس او في الاكس او وين احسن احتمال تحط؟ هلا اذا نزلتوا 1 ليفل دير او هاي مش كامله مش كامل يعني تخيل هذا نحسب له فانكشن في هون هذا مخترع بالنسبه للاكس قدامه 1 2 3 4 بس ها بالنسبه لعلي قديش قدامه او قدامه يا بحط هون 2 3 4 5 5 4 ناقص 5 ناقص 1 هاي حسبت لكم كيف وجدتم كيف نحسب الديتا فاليو في كل واحد واضحه؟ هذا في هاي اللعبه انا شخصيا لا اعرف شيء هذا هذه الاصلات حقيقه مش مجنونه كانت ست الارقام اسمها شو اسمها؟ كانت ست الارقام اسمها كانت ست الارقام طيب من بعد المحاضره خلصت بس تقدر تفهمها؟ انا بفهمهاش تعالي هون طيب يلا اشرب منها بلا لازم تختار يعني اي رقم عشوائي عشوائي رقم عشوائي بتختار انا بختار رقم عشوائي بتكس عليه يا اما بيطلع لك رقم بتنتهي اللعبه يا اما يعني بيسمح لك تكمل بيطلع لك رقم 101 بيطلع لك اي شيء يعني فانت بتكمل بعديها فلازم توصل لاطول بلد ما يطلع لك هذا الرقم يعني؟ كل رقم بعطيك رقم بس بعطيك رقم يعني اثنين لو اعطيك اثنين انا في حوالي انا نورمال على ال لا ما كمان مرة هلا انا كبست وين هون بعدين سجلت اوكي سجل النقطة اختار رقم عشوائي ثاني اختار رقم عشوائي ثاني اي رقم وين ما بدي؟ طيب اختار رقم مثلا اذا طلع لك رقم بتكمل طيب اذا ما طلع لك رقم بتكمل في عندك خيار ثالث عندك خيار ثالث طيب شوي شوي هي نفسها بس انا بحكي بس على كلامي هاي كلها تشانس ما فيش فيها اي شيء هاي ذكر شوي شوي تعال علينا جرب حظك شرح حاول تسحب الماء هون عندك ثاني هاي كل احتمالات كل فرق هلا اذا كبست هون
بيطلع لك مثلا رقم 2 او 3. اوكي هسه في عندك مجموعه الغام، يعني بعطيك مثلا حسب الكومبلكسيتي انه يعني ممكن هارد ميديوم حسب يعني عدد الالغام الموجوده. كبست هون مثلا 6 اعطاني 2 ممكن يكون لهم ممكن يعطيني 2 3 هسه يعني الثلاث معناته في 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 هذول اللي حواليك في ثلاث الغام انت ممكن تحط يعني عشان لازم توجد انت الالغام الموجوده في كل ال بتحط عليها من فلاج فانت حسب الشانس والذكاء هلا هاي ايفالويشن كاونتنج شباب هاي بس من ذا من الارقام ممكن تعرف بدك تحسب وين لو بدك على كل حال هاي الايفالويشن كاونتنج مقترح هاي لو بدي هاي مثلا اللي هو وهاي الايفالويشن كاونتنج وبدي ابدا العب هاي حتى بلعبها لحظة وين أروح next 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 ها أو أنا خلاص هاي يعني معنى آخر أنتوا صراحة إذا في حدا عنده اللعبة يجيب معنا رجال يعلمنا إياها هاي بيلعب على الكمبيوتر حاولوا تعوا اسمها إيش كنيسة الألغام إيش ماينس ويبر ماينس ويبر اوكي فبتدربوا حالكم على الالفا بيتا برونينج ومطلوب منكم تعملوا الاكس او على الالفا بيتا على المينيماكس وعلى الالفا بيتا برونينج